بنتكلم يعني مجلس الأعمال المصري ومجلس الأعمال الأردني، هل هذه اللقاءات تعيد نشاط مرة تانية أو زيادة للنشاط ما بين حضراتكم وما بين رجال الأعمال في الأردن؟ الحقيقة تعتبر جمعية رجال الأعمال المصريين رائدة من رواد التعاون العربي المشترك والدولي على عمومه. نعم. احنا بيننا وبين الأردن جمعية رجال أعمال مصريين وجمعية رجال أعمال أردنيين مجلس أعمال مصري أردني مشترك أسس من سنة 1975 المجالس الأعمال اللي أسست في مصر على مدار التاريخ. وهذا المجلس مجلس نشط وعمل 22 دورة على مدار هذه السنوات. طبعا ما ننساش ان في الفترة الماضية مع أزمة الكورونا والكلام ده حصل يعني تباطؤ شوية في الاجتماعات، لحين فبراير الماضي حضر رئيس وزراء الأردن وعمل اجتماع للجنة المصرية الأردنية العليا في مصر مع دولة رئيس الوزراء المصري، وحملنا على هامشها منتدى اقتصادي لمجلسي الأعمال طرفي مجلس الأعمال المصري الأردني. مجلس المصري للأعمال الأردني اشتغل في عدة محاور، وكان من أهمهم العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، لأن زي ما انت عارفة أن الأردن علاقاتها متميزة جدا بالعراق، وجارة قريبة من العراق، والشركات الأردنية ورجال الأعمال الأردنيين عندهم علاقات متميزة في مع العراق. فكنا بنشتغل على ان احنا هنعمل الفترة القادمة مؤتمر كبير اعمار مقابل النفط. اعمار مقابل مقابل النفط كان بين العراق ومصر والاردن، ونعمل منتدى اعمال ثلاثي عراقي مصري اردني. ويتم عمل مجلس أعمال مشترك في هذا المجال، وإحنا بنشتغل على هذا، وإن شاء الله في الفترة القادمة نأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح. الأردن بالنسبة لنا هي مفتاح للعراق. إحنا بنتكلم بقى على الملتقى بين الرئيس السيسي النهاردة وملك الأردن وملك البحرين، وطبعا ده في القضية السياسية احنا عارفين مصر خدت دورها القيادي مرة أخرى مع الدول العربية والدول الإفريقية وإقليميا. فهذا الملتقى النهاردة يمثل يعني حتة كويسة جدا، لأن مصر تمثل حجر الزاوية بالنسبة للأمن العربي، خصوصا الآن في كل الأخطار الموجودة والتهديدات الإيرانية لدول الخليج، والبحرين بتمثل الثقة الاقتصادي كمان في الدول الخليجية، والأردن احنا عارفينها دولة جوار مع فلسطين، فتمثل جزء أساسي في السياسة لحل القضية الفلسطينية. فالمؤتمر اللي حصل قطعا النهارده مؤتمر سياسي هام، انما في نفس الوقت مؤتمر اقتصادي ومؤتمر هيعزز التعاون والتكامل من وجهه نظر حضرتك التجاري والصناعي والاقتصادي. شوفي بالقطع ان لما بتبقى السياسه ثالثه ومستمره، وخصوصا في دولنا العربيه لما بيبقى الرؤساء والملوك على درايه وبيأيدوا العلاقات السياسية وبينموها، يبقى هناك دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلاد. صحيح. نتمنى يا رب كده كل التوفيق للمجلس، ونسمع عن تعزيز الله يخليك التكامل ما بين مجلس الأعمال المصري والأردني. بشكرك باشمهندس علي عيسى، بشكرك شكرا جزيلا.